تسعة. طب علي 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 شو قال فاتح على حسابك؟ خبرونا. لخا مش انه فاتح على حسابي يعني، بس انه انا عندي استقلالية بالقرار. لخا اي استقلالية يا زلمة؟ ما كلها امور خارجية وفي اعتراضات كتير وكذا، شو فاتح على حسابك يعني؟ خيئة بس انا بس اهتم بالواجهة الخارجية يعني، ايه بدي اتحمل مسؤولية. خيئة مسؤولية بس انت عم ده موضوع كبير، هيدا فاتح على حسابك لحالك ولا معك حدا؟ لا خي انه انا يعني انه انا هيك هون يعني بالواجهة الخارجية، بس جوا في ناس بتشتغل معمل يعني. اه معك شركة يعني؟ ايه شركة مضاربين. اه هن بيشتغلوا كل شيء وانت حاطينك واجهة الخارجية. ايه يعني فيترين اذا بدك تقول. اه فيترين حاطينك يعني. ايه انا الفيترين للخارج هيك يعني للخارج. طب ومين المسؤول عن كل الاعمال والاشغال؟ لا هيداك مسؤول كبير يعني، هو اللي بخطط كل شيء. اه في حدا بخطط؟ مين هو يعني؟ المعلم. اه